وبينضم إلينا الآن من رام الله الدكتور أحمد رفيق عوض رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية. أهلا بك ومرحبا سيد أحمد. في البداية يعني التوتر هو ما زال سيد هذا الموقف، وفي متابعة للمشهد وجديد التطورات، ما هي شكل السيناريوهات المتوقعة حتى اللحظة، وخاصة بعد تقسيم القطاع إلى قسمين، كيف سيكون انعكاس ذلك؟ صباح الخير. المحتل الإسرائيلي عمليا ما زال ممعن في تغوله وتوغله في الدم الفلسطيني. هو هذا المحتل يريد أن يغير شكل النظام في قطاع غزة، يريد أن يدمر قطاع غزة، يريد أن يهجر قطاع غزة، ما زال مستمر في ذلك. والأخطر أنه هو يريد أيضا أن يفرض التسوية على الفلسطينيين، يكون فيها قطاع غزة منفصل عن الضفة الغربية المحتلة. وفي الضفة الغربية المحتلة واضح أنه المحتل يعني يذهب بعيدا في قمع الفلسطينيين في الضفة من خلال إغلاق الطرق والفصل بين المحافظات والفصل بين المدن أيضا، وإطلاق قطعان المستوطنين يقتحموا ويحرقوا ويقتلوا، بالإضافة إلى الاقتحامات للجيش المحتل والقتل والاعتقالات الكثيرة وجرح الناس. بالتالي حقيقة المحتل يعلن على الحرب على الفلسطينيين جميعا، وهو يريد أن يفرض كما قلت، مستفيدا من الدعم الغربي الاستعماري، مستفيدا من كل ذلك من أجل فرض تسوية علينا يكون فيها هدم لفكرة الدولتين، رغم أن هذا كلام يعني يطول شرحه، ولكن هدم فكرة الدولتين ومنع الفلسطيني من تقرير مصيره، وكذلك كل ما تم الاتفاق عليه عملية إسرائيل تهدمه وتتجاوزه أيضا. نعم، الحليف الأبرز الولايات المتحدة الأمريكية دكتور أحمد، أولا أرسل، جاء إلى المنطقة وزير الخارجية، ثم جاء بعد ذلك رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، والآن نرى رئيس الاستخبارات الأمريكية يأتي إلى منطقة شرق الأوسط. هناك كثيرون يأتون، لكن هل يقدمون حلولا إلى المنطقة، خاصة بأن الوضع ربما يتفاقم ويصبح ما هو أبعد من قطاع غزة؟ لا، هؤلاء شركاء، يعني هؤلاء شركاء في الحرب، ويعني يقرروا أصحاب قرار، مش بس مجرد إشراف أو رعاية أو دعم، هم شركاء في القرار، شركاء في الحرب تماما. وبالتالي كل هؤلاء، هذا الحجيج الدبلوماسي الأمريكي ثم الأوروبي، هو عمليا هذا شراكة، هذا عدوان. يعني شوف، قطاع غزة كلها 360 كيلومتر مربع، الأهداف التي يدعي إسرائيل أنها ضربتها في غزة هي تكفي لجبهة زي جبهة الصين، جبهة الهند، يعني مستحيل كل هاي الأهداف لحماس، مستحيل. وعمليا هذا الرغبة العميقة أولا في الانتقام والتنكيل، وأيضا استغلال الفرصة من أجل تغيير ديموغرافي وسياسي وأمني في قطاع غزة. الآن الأمريكا التي إدارتها الآن تبدو وكأنها، مش وكأنها، تبدو أنها ضعيفة جدا جدا أمام الحكومة الإسرائيلية، تبدو وكأنه المسؤولين الإدارة الأمريكية يعملون في وزارة الخارجية أو وزارة الحرب الإسرائيلية. تستغرب أنه قد تبني الرواية الإسرائيلية، الدفاع عن الرواية الإسرائيلية، محاولة فرض الرواية الإسرائيلية على الإخوة العرب. يعني صحيح أنه لا يمكن لنا إلا أن نقول أنه هذه إدارة أمريكية ضعيفة تعمل عند الحكومة الإسرائيلية وتحاول أن تفرض رؤيتها. يعني كل دبلوماسية بلينكين في عند الإخوة العرب عملية من أجل تسويق فكرة تهجير الناس أو أنه إدارة غزة بعيدا عن خياراتها الشعبية. وبالتالي نحن أمام إدارة وأيضا أطلسي، مش بس إدارة أمريكية، وأطلسي يعني يدعم إسرائيل، وليس فقط يدعمها بالمال والسلاح، وإنما أيضا يحاول أن يفرض رؤية سياسية مش بس على الفلسطينيين وأيضا على الإقليم كله. دكتور أحمد، فيما يتعلق بذكرك للأهداف، هل اتضح بعد ما هي الأهداف المراد تحقيقها من هذه العملية البرية التي بدأها الجانب الإسرائيلي؟ وفيما يتعلق أيضا بتقسيم القطاع، هل في ظل الطبيعة الجغرافية للقطاع فيما يتعلق بترابط المباني السكنية وأيضا وجود الكثير من الأنفاق، هل سيستطيع الجانب الإسرائيلي تحقيق ذلك؟ نحن في ذروة هذه الحرب، وبالتالي لا نستطيع أن نتوقع، لأنه
كل احتمالات قائمة يعني. وسيناريوهات هي سيناريوهات اثنين. الأول أنه إسرائيل تفشل وعندئذ يكون هناك تغيرات واتجاهات في الإقليم، أو إسرائيل تربح بشكل أو بآخر وهنا أيضا يكون اتجاهات مختلفة. لكن ما تريده إسرائيل، وكما قال امبارح في الظهور الثلاثي جالانت وغانس ونتنياهو، الكل أكد على أنه يعني يتخلص من غزة كتهديد أمني، وأيضا يعيد تركيب النظام السياسي فيها بما يخدم الأهداف الإسرائيلية بحيث تكون اليد العليا لإسرائيل. هذه هي الأهداف. طبعا أصبح الأهداف الإسرائيلية أكثر تحديدا الآن بدهم رأس السنوار. هذا أيضا يعني حقيقة في بديش أقول تخبط، لأنه في نهاية الأمر في موت في قطاع غزة وموت وألم وخنق، لكن في نهاية الأمر إسرائيل تريد أن تقول أنها تريد أن تتخلص من غزة أمنيا وأن تعيد تركيبة الديمغرافية والأمنية في قطاع غزة بالتعاون مع الأطلسي كله، وأيضا كما يريدون أو كما يأملون الإقليم أيضا يساعدهم. هذا هي الأهداف العلنية التي يطرحها العدو الإسرائيلي. نعم، لكن دكتور مع مرور الوقت ونحن قد تخطينا أول شهر من هذه الحرب، تقلصت الأهداف. في البداية كان القضاء على حماس، ثم بعد ذلك القضاء على المقاومات العسكرية لحماس، ثم بعد ذلك أتينا إلى قائد حماس في قطاع غزة سنوار. تقلص هذه الأهداف من الأكبر إلى الأصغر إلى الأصغر إلى ماذا يشير؟ والجزء الآخر، ما هي مقومات النجاح أو الفشل بالنسبة لإسرائيل؟ تقلص الأهداف أولا لأن الميدان بيقول ذلك، الصمود بيقول ذلك، بالإضافة إلى ضغوط غربية أو نصائح غربية أو كليهما إنه قللوا أهدافكم يا عم. إحنا كان عندنا تجارب أخرى في العراق وفي أفغانستان وقلت الأهداف كثيرا يعني، فيبدو إنه هاي نصائح أو ضغوط. الشيء الثاني إنه إسرائيل بغض النظر عن الأهداف وتقلصها، لكن ما يجري في الميدان حقيقة هو الذي يحدد ذلك كما قلنا. وإسرائيل عمليا ترغب بأن يبقى الضغط على حماس من خلال الخسارة الأمنية، من خلال الحظر الاجتماعية. الضغط الكبير الذي تمارسه إسرائيل بكل توحش بكل جنون على الناس المدنيين عمليا وخنقهم، هو من أجل ضغط على حماس بحيث تخرج مستسلمة دون شروط، دون وأن تحرر الأسرى وأن يتم اعتقال قائد حماس إلى آخره. ذلك هذا الجنون العجيب، جنون المتوحش اللي بمارس على غزة هو من أجل أنه يكسروا صمود حماس. طبعا لأنه المحتل لا يعرف روح المنطقة ولا انتماء الناس في غزة، هم عمليا بعد 10,000 شهيد وأكثر و20,000 جريح وأكثر، لا يمكن لهؤلاء أن يستسلموا ولا يمكن لهؤلاء أن ينكسروا أمام الاحتلال مهما كان. لهذا السبب إسرائيل ترفض أن يكون هناك هدنة إنسانية، ترفض أن يكون هناك وقف إطلاق النار، تريد فقط أن تستمر إلى الأمام بحيث أنه تضغط كثيرا جدا. هي تعتقد أنه كلما ضغطت كلما كان هناك نتائج. المشكلة أنه هذه ما يعتقدون أنه نتائج لن يكون. لهذا السبب الأهداف الإسرائيلية أعتقد أنها أيضا ستتغير مع الوقت، لأنه نحن ما زلنا في ذروة هذا الاشتباك. وإسرائيل تقول، هي نفسها تقول أنه الحرب ستطول، تطول لأنه المقاومة على الأرض واضح أنها مستعدة، واضح أنها ما زالت في عافيتها. امبارح كان القصف يعني قصف على تل أبيب قصف مذهل كبير وكثير، وكأننا في أول يوم لهذه الحرب. إذن ما زالت المقاومة قادرة على الرد وقادرة على التعامل مع الأخطار كلها. كان هناك دكتور أحمد تصريحات خاصة من جانب السفيرة الفلسطينية لدى مصر للقاهرة الإخبارية بأنه الشعب الفلسطيني لا يستطيع التحرك بدون العمق العربي. برأيك دكتور أحمد، إلى أي مدى التحركات العربية تحدث توازن أو تحدث حراك في المواقف الدولية من جانب المجتمع الأوروبي فيما يتعلق بهذا العدوان الغاشم على قطاع غزة؟ باختصار أقول نعم، ما قالته السفيرة صح جدا، بمعنى إذا كان الأطلسي هب لجنة إسرائيل ودعمه بكل شيء، بالتأكيد إحنا لا يحمينا بعد الله سبحانه وتعالى إلا عالمنا العربي.
وبالتالي الحراك العربي في القاهرة وفي عمان كان مهما وجيدا، ولكن أيضا حتى نكون صريحين لابد من البناء على هذه المواقف الجيدة، لابد من الـ من الـ من الضغط على أمريكا بحيث تضغط على إسرائيل، بمعنى أنه العرب عند مصالح مع أمريكا، عند علاقات مع إسرائيل، اتفاقات وإلى آخره، كل ذلك يجب أن يوضع على الطاولة، كل ذلك يجب أن يوضع على الطاولة. وعلى فكرة ما دام هالكد الغرب وقح وصلف ومجرم، بالتالي ما نتوقع من إخوتنا والأشقان العرب بعد الله سبحانه وتعالى أنهم يحمونا حقيقة ويستغلوا كل ضغط، كل ورق الضغط، وعندهم الكثير الكثير جدا. ولا نقول عن الحرب، لا نحكي عن الحرب، لكن نقول أنه أمريكا عندها مصالح مع العرب، مع العالم العربي كله، إسرائيل معها علاقات مع العالم العربي كله. هذا الوقت أنه نستعمل ذلك، هذا الوقت أنه نحط كل ذلك على الطاولة. نعم، جزء من هذا الأمر بدأ يلوح في الأفق دكتور أحمد. رويترز كذلك موقع أكسس الأمريكي قال بأن الرئيس بايدن حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وقف إطلاق النار لثلاثة أيام وفقا لاقتراح أو اقتراحات تجري مناقشتها بين عدد من الدول، وعلى أن تطلق حماس ما بين 10 إلى 15 رهينة وتستغل هذه الفترة في تحقق من هويات جميع الرهائن، تقديم أسماء لهذه الأشخاص المحتجزة لدى الفصائل الفلسطينية. ولا حدثنا ليس فقط رهائن لدى حماس أو محتجزين لدى حماس فقط، وإنما هناك فصائل أخرى لديها محتجزين. فبالتالي هل وارد تحقيق هذا الأمر بالضغط بورقة الرهائن، أم أن إسرائيل سترفض هذا الأمر مستمرة؟ ووضح جليا في أكثر من تصريح بأن مسألة الرهائن ستكون مسألة جانبية وليست هي أولوية إسرائيل في هذه الحرب. اولا انا لا يعني لا اثق بما تقول الاداره الامريكيه. الاداره الامريكيه تبدو كانها تستجدي الهدن الانسانيه، تستجدي وقف اطلاق النار، تستجدي وتتوسل الى الحكومه الاسرائيليه من اجل ان يعني تستجيب لطلبات الاداره الامريكيه. انا اعتقد ان هذا الكلام فارغ ولا يصدق، بس تبقى امريكا تعطي اسرائيل كل ذلك 14 مليار دولار والان تطلب تستجدي منها هدنه انسانيه، هذا كلام فارغ. اعتقد ان هذا الكلام الذي تقوله الإدارة الأمريكية من أجل جمهور الداخلي والضغوطات في حزب الديمقراطي، الوزارة الخارجية الأمريكية، الجاليات المسلمة، في انتخابات قادمة، وبالتالي لا يعني أنا أعتقد هذا الكلام للجمهور الداخلي الأمريكي. بالإضافة أيضا يمكن أن يكون لي أيضا المنطقة أنه الإدارة الأمريكية بتغي يعني تتقدم خطوة إلى الأمام عن الموقف الإسرائيلي، وهذا الأمور قد تكون لعلاقات عامة. بالتالي أنا لا أصدق ذلك على الإطلاق. ما أصدقه هو أنه نتنياهو مبارح يقف بكل صلف ويقول أنه لا يريد أن يوقف إطلاق النار، وهذا الكلام كما قال هو للأصدقاء وغير الأصدقاء. يعني مين نتنياهو تحكي هذا الكلام لولا أنه متأكد أنه الإدارة الأمريكية هي إدارة ضعيفة أو يستطيع أن يخدعها أو أن يوظفها، لأنه هناك في روافع مذهلة من اللوبيات الصهيونية واليهودية بحيث أنه تكسر أي قرار لا تريد إسرائيل. لا يعني لازم نفهم الأمور، يعني مش أنه أمريكا تستجدي هدن، مستحيل. مرة أخرى عودي أخرى بدي أقول أنه ما دام الأمور بهذه الطريقة الوقحة واللي عمليا فيها ذبح للفلسطينيين كل لحظة فيش فيها وقف إطلاق نار، في ذبح للفلسطينيين، عندئذ مرة أخرى أقول أنه عالمنا العربي، أشقانا وأحبانا اللي هم ليس لنا بعد الله إلا هم، عليهم أن يتحركوا بسرعة شديدة، وعندما يستطيعون أن يتحركوا به. وإذا عند الإسرائيل لوبيات صهيونية ويهودية ولوبيات غامضة، فأيضا عند العرب لوبيات العمق الاستراتيجي، الثروة الاستراتيجية، الثروات والاتفاقات والغضب. أيضا الغضب لابد من غضب قليل، يعني لأنه التاريخ لا يتحرك إلا بالغضب مش بالطرب. بالفعل دكتور أحمد، يعني ولولا دور ومساعدات الدول العربية لما استطعنا التغلب أيضا على الرواية الإسرائيلية في الغرب. ولكن أيضا دكتور أحمد، يعني على ذكر الولايات المتحدة موقفها الواضح منذ بداية هذا العدوان على قطاع غزة في 7 من شهر أكتوبر، وهو الدعم الكامل والمطلق للجانب الإسرائيلي، هل تصدر الولايات المتحدة لمشهد الوساطة هو من يعقد الوصول إلى حل حتى اللحظة؟ لا مش مسألة وساطة، المسألة أنه في قرار أمريكي إسرائيلي بالقضاء على حماس أو الحركة الوطنية الفلسطينية في غزة، وتغيير غزة كليا، تدميرها وإعادتها من جديد وحكمها من جديد، هذا هو القرار. إسرائيل تأخرت، إسرائيل فشلت في ذلك.
وبالتالي هذا الكلام كله لاجل شراء وقت ليس الا. فاسرائيل فشلت بعد 30 يوم من القصف السجادي، فشلت في كسر المقاومه، بعد 6-7 ايام من الاجتياح البري فشلت فينا تتقدم تقدم ذو مغزى، وبالتالي عمليا الوقت ينفذ، ولحتى انه اسرائيل تاخذ مداها يعني تستهلك الوقت المتاح لها. الآن يتم الكلام عن هذا الكلام، وقف اطلاق النار، هدنة إنسانية مش هدنة إنسانية. إسرائيل وأمريكا عطلت كل هيئات الأممية من أجل أن تدخل وقود إلى غزة، عطلت كل شيء، وبالتالي كل العالم يقف على رجل واحدة من أجل إسرائيل. القصة ما فيها أنه إسرائيل كما قلت فشلت، ربما تعطى الآن وقت أكثر من أجل إنهاء هذه المهمة القذرة، مش أكثر مش أقل، على الأقل هذا رأيي. نعم، لكن في المقابل هناك صوت آخر في إسرائيل ويتحدث عن بأن، وكان عنوانا رئيسيا في آرتس الإسرائيلية، مقاتلو الذراع العسكري لحماس يقطفون حياة جنود الجيش الإسرائيلي داخل غزة، والحديث هنا بأن فصائل المقاومة هذه المرة مختلفة عن أي مرة سابقة. هل هذه النتائج التي لا تظهر كثيرا في وسائل الإعلام وتحققها الفصائل على الأرض في ظل هذا الهجوم البري متعدد الجنسيات وليس فقط من يقومون بالقتال إسرائيليين، وهو ما أوردته العديد من المواقع بأن هناك مرتزقة أتوا إلى إسرائيل المشاركة في الحرب البرية، هل هذه النتائج التي تؤثر على الداخل الإسرائيلي سيكون لها نتائج إيجابية في الفترة القادمة بأننا يجب تغيير الخطط فيما يتعلق بحربنا على غزة؟ هذا الأمر بده وقت، يعني حتى اللحظة الجيش الاحتلال الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية تعرف كيف توقت فكرة أنه الخسائر، قديش الخسائر؟ رغم أنهم يعني منذ أيام كثيرة والحكومة الإسرائيلية تهيئ الرأي العام الإسرائيلي أنه سيكون هناك خسائر وسيكون هناك ثمن، يعني حتى اللحظة ما زال الجمهور الإسرائيلي موحدا حول فكرة ضرب غزة، يعني الجمهور الإسرائيلي بيسار ويمينه موحد على مسألة ضرب غزة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد الرفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية، شكرا جزيلا لك دكتور.